وينضم الينا في الاستوديو السيد رايد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعه ايكيوتي. اهلا بك سيد رايد. اهلا وسهلا. بدايه في ما يتعلق بالشان الامريكي، هل تتوافق مع التحليلات التي تقول بان الفيدرالي الامريكي لن يرفع اسعار الفائده في الاجتماع المقبل، خاصه اذا ما ربطنا ذلك ببعض البيانات الامريكيه؟ يعني نحن في عندنا غموض نوعا ما بهي الفتره، والاراء يعني تتجاذب من كلا الجهتين سواء كان هناك رفع ام لا. انا ميال اكثر انه يكون في رفع من قبل الفدرالي الامريكي، لانه مهمه الفدرالي كانت على لسان الرئيس الفدرالي واعضاء الفدرالي واضحه جدا، انه مجابهه التضخم الذي لا يزال تقريبا مرتفع عن المستهدفات عند 2%، على الرغم من انه اسعار الفائده مرتفعه ونحن عم نشوفها بقالها تقريبا عام، ولا تزال مستويات التضخم بعيدة عن المستهدفات بحوالي الضعف. بالتالي إمكانية رفع أسعار الفائدة تأتي أيضا من أريحية البيانات الاقتصادية التي صدرت حتى الآن من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من بينها سوق العمل على ما أعتقد. تماما. نعم. والتي تعطي أريحية للفيدرالي أن يقوم برفعها ب 25 نقطة أساس نحو 5.5% كمستويات أسعار الفائدة دون الخلل بالاقتصاد بشكل كبير جدا. نعم. أنتقل للحديث عن أسواق النفط. نلاحظ اليوم تصحيح حاد في الأسعار، بالتالي كيف يمكن قراءة هذه الضغوط رغم قرار أوبك بلس الذي وصف بأنه فاجأ الأسواق؟ يعني تخفيض إضافي، تعميق بالتخفيض، محاولة واضحة من منتجي النفط في أوبك بلس أن يكون في عنا أسعار نفط أعلى، ولكن المحرك الثاني لأسعار النفط هو الطلب حقيقة لا يزال دون المستهدفات ودون المتوقعات. شفنا البيانات الصينية جاءت ليست بالأداء الإيجابي الكبير، كذلك هناك مخاوف الركود الاقتصادي بالفترة القادمة، هذا ما ضغط عندي على أسعار النفط. نضيف لذلك إمكانية قوة في الدولار الأمريكي بنتيجة رفعة أسعار فائدة متوقعة أو يوجد هذه الاحتمالية، كل هذه الأمور لعبت دورا في تقليص مكاسب النفط الأخيرة، وشفنا اليوم عم يتراجع بعض الشيء. إجمالا المستهدفات هي استقراره على الأقل في المستويات الحالية أو حوالي 75 دولار للبرميل بالنسبة للدبليو تي آي. فيما يتعلق بأسواق السلع تحديدا الذهب، هناك توسع فيما يتعلق برفع الحيازات سواء على مستوى الحكومات المركزية أو صناديق الاستثمار بشكل عام، كيف يمكن قراءة هذا التحوط؟ هل هو مؤشر على احتمالية ركود قادمة أو شيء من هذا القبيل؟ يعني حتى بهذا الخصوص الآراء مختلطة، يعني سمعنا اليوم البنك الكوري يصرح بأنه حيازاته من الدولار ستكون أفضل في بالنسبة للمرونة التي يبتغيها في الفترة القادمة من أنه يكون في حيازات للذهب. إجمالا الذهب في منطقة محورية مهمة جدا عند مستويات 1950 إلى 1930 دولار للأونصة، يوجد العديد من البلوك أوف أوردرز أو يوجد العديد من الطلبات الشراء في هذه المنطقة التي ممكن أن تحرك الذهب بالاتجاه الصاعد، استغلالا لفكرة الركود المستقبل الذي تتجه إليه الأسواق حاليا أو تستعد له الصناديق الاستثمارية. بالتالي في عندي موجة صعود متوقعة أنه تبدأ على أسعار الذهب من المستويات الحالية، وقد تطال القمة التاريخية عند 2080 وأعلى من ذلك في الفترة القادمة. لا يوجد مبررات كافية لمزيد من التراجع على أسعار الذهب في الفترة القادمة، بالتالي الأمور الضبابية أو عدم الوضوح يعزز من التوجه نحو الذهب كملاذ آمن في الفترة القادمة. نبقى في إطار الحديث عن الذهب، إذا ما خالف الفيدرالي الأمريكي كما تفضلت التوقعات ورفع أسعار الفائدة، هل هناك نقطة معينة قادمة للذهب؟ يعني نحن نشوف مستويات ال 1975 دولار للأونصة مفتاحية يعني رالي صعود، أو خلينا نقول بداية الموجة الحادة بالاتجاه الصاعد، ما لم يكن هناك إغلاق أسبوعي واضح فوق مستويات ال 1975 دولار للأونصة. أعتقد من الصعب أن نشوف قمم أعلى على أسعار الذهب، وبالتالي نستهدف ال 2000 ومن ثم نعود مرة أخرى إلى تجاوز القمة التاريخية. حتى الآن يوجد ضغط نحو مستويات ال 1950، كسر دون هذه المستويات يفتح المجال للتصحيح نحو 1930 دولار للأونصة. نعم. باختصار سيد رائد، الأمين العام للأمم المتحدة دعا لضرورة إصلاحات هيكلية ومالية في الدول الناشئة، هل يكفي ذلك في ظل أسعار الفائدة القياسية نسبة يعني التعبير؟
يوجد يعني انهاك واضح للاقتصاد العالمي، كان بمستويات تضخم مرتفعة، ومع مخاوف من يعني بدء تقليص أسعار الفائدة في نهاية تعاملات هذا العام تجنبا للركود الاقتصادي، أعتقد سوف يكون هناك ضرر كبير على الاقتصادات الناشئة في الفترة القادمة التي أنهكت بقيم دولارات أعلى أو بقيم عملات صعبة أعلى بالنسبة لها. بالتالي إذا ضغط ذلك على مستويات المدنية بلا شك سوف يكون الأداء ممكن أكثر صعوبة بنهاية تعاملات هذا العام. نعم، السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، شكرا لك. شكرا لك.